بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي في تطبيق مايكروسوفت إكسل للدورة الحسابية ضمن حزمة المايكروسوفت أوفيس. النهاردة هنتكلم عن شرح دالة التكرار ريبيت. بتتكتب في الإكسل REPT ريبيت، وهي مسؤولة عن تكرار نص معين لعدد من المرات. ببساطة هناخد مثال عملي كده عليها نفهم الدالة الأول، نشوف هي ايه. لو كتبنا هنا كلمة عاصم، وهنا عاوزين نكرر كلمة عاصم 5 مرات مثلا أو 6 أو 10، فبدل ما بقعد أكتب عاصم مرة واثنين وثلاثة بعمل دالة ريبيت، بكتب يساوي إيكوال وأغير اللغة للإنجليش وأكتب ريبيت ريبيت اللي هي التانية ديت، ماشي. مكتوب تكرار نص بعدد مرات معطى، استخدم ريبيت لتعبئة خلية بعدد مرات تماثل سلسلة نصية. هضغط على زر تاب من لوحة المفاتيح او اضغط عليها مرتين من هنا او اكتبها وافتح القوس، هضغط عليها دبل كليك اهوت بالماوس. التكست اللي انا عاوز اكرره ممكن اكتبه هنا، وممكن اختاره لو هو موجود في خلية في مرجع اهوت، اخترت عاصم، ماشي. يعني هيكرر كلمة عاصم كم مرة، اخد فاصلة منقوطة لان عندي العلامة اللي بين اجزاء الخلية اجزاء الفانكشن ديت فاصلة منقوطة، ماشي. لو هي فاصلة اختار فاصلة، هنتقل الى الجزء الثاني اللي هو كم مرة هتكرر كلمة عاصم كم مرة، هكررها مثلا 6 مرات. اقفل القوس لان خلاص كده المعادلة بتاعتي انتهت، الخلية بتاعتي الفانكشن دي. كتب عاصم 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 عاصم، ولكن ظهرت مشكلة ان مفيش فواصل بين كل كلمة والتانية، ماشي. المشكلة ديت انا ممكن اتغلب عليها ببساطة ان انا اروح على كلمة عاصم اللي انا كتبتها ديت واضغط F2 عشان اعمل تحرير للخلية، وانا كده في نهاية كلمة عاصم اهوت بعد الميم اخد مسافة واحدة. خد بالك، انتبه هنا ايه اللي هيحصل هنا، ماشي. انا هاخد المسافة اهوت، اول ما خدت المسافة وانتقلت من الخلية او طلعت منها او ضغطت انتر اداني بين كل عاصم والتانية مسافة. لو خدت مسافتين هنا، يعني انا هنا فيه مسافة، اخد كمان مسافة انتر، ساب لي مسافتين بين كل. الخلاصة ان هو الدالة ريبيت بتعمل تكرار للنص المعين اللي انا بختاره عدد معين من المرات اللي انا بختارها. ممكن نعمل مثال كده على دالة ريبيت، نستخدمها استخدام تاني زي استخدام التنسيق الشرط كده. ان انا عاوز عندي تيبل اهوت فيه اسم الطالب والدرجة بتاعته والمستوى العام، وبدل ما اقعد ابص كده في الدرجات كده ابراهيم وسلمى ومحمود وعاصم ومين ومحمد 44، مين الكبير فيهم مين الصغير مين اكبر درجة مين اصغر مستوى، انا ممكن استخدم دالة ريبيت لو مش عاوز استخدم التنسيقات الشرطية واوصل للحل ده. ازاي نعمل الموضوع ده هوت، انا هروح هنا واضغط يساوي، هستخدم دالة ريبيت REPT وافتح قوس ريبيت. التكست اللي انا عاوز اعمل له تكرار هيكون في الخلية B3، هشيل كلمة عاصم دي وهحط التكست دلوقتي، ماشي. B3 ديت، ولكن هثبتها تثبيت كامل لاني هسحب المعادلة لتحت. ممكن اثبت الصف بس، وممكن اثبتها تثبيت كامل. خلينا نثبت الصف بس كده، الصف اللي هو 3، والبي مطلقة لان البي انا ممكن مش هحركها اصلا، انا هسحب لتحت مش هسحب يمين وشمال، فهثبت. وطبعا عندنا فيديو في مهارات التثبيت ده كنا رفعناه من كام يوم في نفس السلسلة ديت، ممكن حضرتك تتابعه وتشوف التثبيت بيشتغل ازاي وشرحه. انا كده هكرر النص اللي موجود في الخلية B3 كم مرة، هنتقل الى علامة فاصلة منقوطة كده number of time كم مرة، هكرره المرات اللي موجود في العمود B، هختار B6، ماشي، وهضغط انتر، ماشي. بس ظهر لي النتيجة هوت، ولكن انا مش عاوز كلمة عاصم. انا وانا بكتب بالانجليش هختار مثلا الرمز I، ماشي، حرف I من لوحة المفاتيح، ماشي. فبدأ يحط لي كرر لي الآي أكتر من
مرة اهوت ماشي بعدد المرات الموجودة عندي 22 مرة، هروح للتنسيق ده اهوت وابدأ اخلي المحاذاة النص لليمين عذرا اهوت، وهبدأ اسحب المعادلة ديت لتحت، هبدأ اسحب المعادلة لتحت كده مرة واحدة اهوت، فكرر لي الاي 50 مرة، اداني المؤشر ده البار ده ماشي. لو سحبت كمان مرة لتحت كرر لي الاي 33 مرة. طب ليه الاي ما اتسحبتش معايا لتحت؟ لان انا مثبت هنا، لو ضغطنا هنا كده اهوت انا مثبت الخلية ب3، مثبت التلاتة اللي هو الصف، بحيث ان انا وانا بسحب كده لتحت الصف يفضل ثابت. وممكن لو انت يعني الموضوع ده هيلخبطك ممكن تعمل تثبيت كامل للخلية، زر F4 من لوحة المفاتيح تضغط عليه مرة واحدة هيعمل S$ قبل البي و S$ قبل التلاتة ماشي. انتر، هكمل سحب الخلية بتاعتي او كده لتحت كده هنا. يبقى بمجرد النظر كده عندي اهوت الرقم ده هو اكبر رقم اللي عند سلمى، والرقم اللي عند عاصم ده اصغر رقم. لو اتغير الرقم اللي هو 44 ده واصبح 4 فبيكتب لي هنا المؤشر بتاعه بيقل، يحصل له كده يعني يبقى صغير. وده مثلا لو غيرنا الرقم ده ماشي اصبح 101 اهوت، شوف ايه اللي حصل، المستوى العام اتغير. لو غيرت العلامة ديت، لو انت عاوز تعمل علامة تانية ولتكن مثلا علامة الاكس السمول اهو، تعمل لي الاكس، ولكن طبعا زي ما حضرتك شايف كده ان هي يعني زيادة عن اللازم شوية. ممكن نعمل رقم تاني الاو ماشي، ممكن نعمل ال ماشي، ممكن نعمل الاي، اي رمز حضرتك تختاره ماشي، كابيتال او سمول. ده باختصار دالة ريبيت، لها استخدامات كتير جدا ماشي. دالة التكرار ريبيت بتقوم بتكرار نص معين عدد معين من المرات في الاكسل. ومرينا بسرعة كده على بعض مهارات تثبيت الخلايا، مراجع الخلايا، المرجع النسبي والمطلق. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.